السلام عليكم. فيديو اليوم راح اعلمك كيف تلعب باعلى مستوى عندك ان كان في البطولات او في الرانك او حتى كرياتيف ضد اصحابك. فبتمنى منك لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه، تفعيل جرس التنبيه اذا عجبكم محتواي. حساب الانستغرام موجود تحت الوصف، دائما تفعل عليه. وبس خلونا نبدا. اول نصيحه راح احكي لك عنها هي انك دائما مثلا قبل البطوله في ساعه او نص ساعه، او اذا كنت ناوي تلعب رانك قبل الرانك خذ لك نص ساعه ادخل فيها على ماب فاضي وقعد جرب الحركات اللي ممكن تستخدمها في الجيم، زي مثلا انك تبكس الشخص، تعمل اديتات، خليك جرب لحالك بس حتى تحمي ايديك على الحركات اللي انت بتعملهن وتتعود، وحتى مخك يستجيب بسرعه لهاي الحركات وما تتاخر. فمثلا زي ما انتم ملاحظين هون كنت في البدايه كثير متاخر لانه كنت لسه مش متعود، كان صار لي فتره طويله مش لاعب، فدخلت ماب لحالي وصرت ابكس لحالي، اعمل بوكسات زي ما انتم ملاحظين، ابني، اعمل هاي جراوند ريتيك مثلا، رايت هاند بيك اتعود عليها، اعمل اديتات. فدائما انت قبل البطولات خذ لك نص ساعه او ساعه الا ربع مثلا وجرب فيه، ممكن اذا كنت محمي او صار لك فتره بتلعب بتواصل فممكن 10 دقائق بس تكفيك. ثاني شغل عندكم هذا الماب اللي كوده ظاهر قدامكم على الشاشه. هذا الماب جدا مفيد، ليش؟ بيعلمك على الايم زي ما انتم ملاحظين، بيخليك شخصيات تمر قدامك وتطخ عليها وتشوف الدمج وتشوف ايمك كيف مع الشخص. طبعا في زي ما انتم ملاحظين اكثر من شغله في هذا الماب، فهذا الماب جدا راح يفيدك. ممكن كمان يعلمك على الايم لو كنت محشور مع شخص في نفس البوكس زي ما انتم ملاحظين قدامكم على الشاشه، او حتى اذا انت كنت بتعرف ماب افضل للتدريب برضه بتقدر تدخله وتتعلم فيه شوي على الايم. وحاول دائما حتى تتعلم حركه جديده ركز على حركه معينه وخليك كررها بتقدر تتعلمها بسهوله، اما انك تضلك تدخل كرياتيف تلعب ضد صاحبك ما راح تستفيد باي شيء. ثالث نصيحه وهي اهم واحده فيهم اللي اغلب المشاهير والمعروفين في اللعبه والمحترفين دائما بيعملوها، وهي هذا الموقع اللي ظهر قدامكم اسمه fortnite.gg او fort.gg. هذا الموقع جدا مفيدك، ليش؟ دائما عليه تحديثات اول باول لمواقع التشستات والشغلات والشيلدات في اللعبه، وكل شيء موقع في اللعبه موجود عليه، فانت ممكن تعرف وين الموقع اللي تنزل فيه انت وصاحبك، وين المكان اللي تعملوا فيه لاند كل جيم، وكيف تعرف او تحفظ حتى اماكن التشستات، فبكون تلويتك للمنطقه اسرع. وحلو كمان انكم تحفظوا منطقه معينه لو كنت تلعب انت وشخص معين، او حتى مثلا لو سولو تحفظ مدينه معينه وطريق محدد دائما تمشي فيه، هيك بصير لعبك دائما افضل. مثلا ضلك حافظ انك تنزل على هاي المنطقه وبعدين تروح لمدينه ثانيه وبعدين مدينه ثالثه، وتظلك كل جيم على نفس المسار هذا وتكون عارف كل اماكن الشيلدات واللوتات في الجيم، حتى دائما تطلع كل جيم بافضل لوت ممكن. هاي الحركه جدا مهمه، دائما اعملوها لانها راح تفرق معاك بشكل كبير في الفايتات وخصوصا في البطولات. هاي النصيحة حسيتها انا اثرت معاي شخصيا، وهي انه كنت بالعادة اول ما اشغل فورتنايت ابلش العب رانك مباشرة واخسر في البداية جيم جيمين او ثلاث بدون ما ازيد نقاط وبعدين ابلش ازيد. هاي المشكلة بتأثر كثير على النقاط وممكن حتى على اقيام البطولات، اذا شغلت ومباشرة صرت تلعب بطولات راح تلاقي حالك خسرت جيمين ثلاث اربعة وبعدين البطولة راحت عليك بسهولة. فعشان هيك دائما ادخل جيم عادي، صح انه اغلبه بوتات وممل، لكن ادخل دائما جيم عادي، الجيم العادي راح يفيدك وراح يأثر معك وراح يخليك تجيب قتلات في اقيام الرانك بعدين لما تلعبين. فدائما الجيم العادي بسهل عليك شوي الفايتات، بخليك تتأكد انه ايمك 100% جاهز، وبعدين بتدخل اقيام رانك وانت متهيئ للعبة. وبس هون راح اترككم مع جيم رانك في مستوى الاليت، لانه الدو اللي كان معي واصل مستوى اليت، وراح افرجيكم كيف لعبنا في هذا الجيم. صح انه ما كان في كثير قتلات، تقريبا 8 كلات، لكن فرق معنا كثير من ناحيه ايم، من ناحيه ايم سنايبر، من ناحيه بناء، من ناحيه تفكير حتى في اللعبه. هذا كلياته بسبب التجهيزات اللي كنا نعملهن قبل بدايه الجيم. وبس جيتك جيتك جيتك، انا ما عليك، ازهل ازهل. هذا بق زياده. اثنين اثنين هذول. وين هم؟ 25 50. لا يروح لا يروح لا يروح. دد دد دد. دام هاي افضل ميدالي والله. سنايبر. في سنايبر زيادة. ما واحد. في واحد مات عندي. ها وين عندك؟ في كمان واحد. عندك في البوكس ولا وين؟ لا لا في واحد بسمح. جيتك جيتك. في 16. ها
انا بلحق طيب معي فيك انا البم يا اب هاي ورا قدامي كسرت شيلدو بيموت بيموت واحد ديم اسمع اسمع 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بنشيلها واحد استنى استنى واحد اثنين مش طاش انت بنت بنت محمد اه اثنين واحد زد اوه ماي جاد بموت لا لا بهيل بهيل اه قطع عني كويس قطعت كويس عندي 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 في واحد في ناس من بعيد اه بنزل تحت يلا جنبي فوكس بس في ناس من فوق الجبل بيطلقوا علينا بحاول اشيل بحاول اشيل اوه ماي جاد ديد 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 شلت واحد شلت واحد واحد بحاول اساعدك من بعيد نوك اوه ماي جاد واحد جيتك 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 تعال تعال معلي فنشته بهيل 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 درى مالي ناس يو 300 وش وش هذا الثالث محمد فوق عنا هو اعمل بوكس اعمل بوكس خلصك واحد ليه ما بدك هاي استنى الزون يلا هسه هسه قرر الزون ايوه من اليمين كمان كمان وحده خلص خلص ما بدك وبس لهون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم ولو شيء بسيط بتمنى لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة عدد المتابعين من الناس الغير مشتركين كثير كبير فبتمنى تشتركوا في القناة واذا حابين هذا النوع من المحتوى ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات ان شاء الله راح استمر اكثر واكثر ان اعطيكم نصائح وراح اعلمكم اكثر واكثر عن اللعبة مع كل تحديثات جديدة بتصير في اللعبة فبتمنى تنشر الفيديو لأصحابكم وبس مع السلامة